par définition, il est وجود ديالو هو ديور باش يكون باش تدوز الاغنيه ماشي عمل فني فني كضل نكتب كاخراج ماشي ك حيت الاغنيه باش تدوز التلفازه كيخصها شي حاجه دونك تختار على الكليب يعني الكليب فالتالي اللي كتكون اغنيه مزيانه كيما كانت الصوره كيما كان الاخراج راه مزيان فهمتي لان حنا دابا بعض المرات شي اغاني ارتبطنا بهم في الطفوله ديالنا ولا في الشباب ديالنا اللي كنشوفوهم في اليوتيوب مسجلين بالظروف ماشي مزيانه ولكن اللي كتشوف تحت كتجبر يعني بعض المرات كتوصل لمليون علاش لان اغنيه مزيانه هذا باش نتفاهموا عليه لان الكليب ماشي ندير غير باش تدوز الاغنيه الستار ديال الكليب هو المغني ماشي هو المخرج هو دابا لاحظت انا هنايا هو انه غريب انه كنجبر نفس الكليبات يعني الكليبات المرجعيه ديالو خاصها تكون كتستلهم مرجعيات سينمائيه نعطيكم مثال مثلا ملي كنتفرج الكليبات ديال واحد المخرجه معروفه في العالم العربي اللي هي نادين لاباكي قبل ما تدير السينما كانت كدير الكليبات نانسي عجرة اللي كتشوف الكليبات ديالها هما كتستلهم فيهم افلام سينمائيه كبيره ديال مخرجين كبار وكتعاودو في الكليبات ما كتستلهمش التقنيه كتستلهم الاجواء مثلا كتستلهم الاجواء ديال الفيلم الايطالي في القديم اجواء ديال واحد الفيلم ديال ليبوك بالكوستيم عاد تستلهم فيلم مثلا بحال مولهولاند درايف اللي كيقدر ما تعرفوش يعني كتجبر الفيلم واحد الفيلم الاجواء الملابس ديالو الاضاءه اللي فيه وكتحاول تخلق منه واحد الجو لديك الاغنيه لانه هذاك تما فيك القوه هنا اللي كتحلى باش لان الكليب كيخصو تكون عنده اي حاجه كنديروها اي فعل كيخصو يكون عنده واحد المرجعيه واحد المرجعيه انا كنهضر مع المخرجين ما كنهضرش مع المغني فبالتالي هنا كنلقى غير مسائل من السته وصافي اللي كتعجبو العريس كيصور العرايش اللي كتعجبو شي بنت كيصورها اللي كيحس بالذنب كنشوف القباره داز جوج المرات ديك الصور مستهلكه الى حد ما تسمحوا لي نقول لكم هادشي لانه بديهي جدا مثلا ملي كتشوف بعض المرات الصور هما نفس الكليب الى شفتي الاجواء ديالو هي نفسها لا تجبرها في فرنسا لا تجبرها في اسبانيا لا تجبرها في هذا نفس التحاسن نفس القفاط نفس الحوايج ما كاينش ابداع يعني اصيل يعني اصيل انه كينطلق من المحلي كينطلق من انشغالات ديال الانسان في المكان في الاجواء في المسائل ديالو هذا هو بين الاثار ديال العولمه لان حنا التيشيرت اللي كيلبسو الشاب في العريس بحالو في نيويورك بحال ودبي بحال هذا بحال هذا كيولي الانسان غير واحد الوسيله ديال الاستهلاك وهذه كتلقى في الابداع لانه كتلقى كاين ازمه ديال الابداع حتى الاخوه اللي مشاو مثلا لشي الام وهذا هو كنقلبوا على واحد الموضوع اللي ممكن يكون قوي ويأثر كنمشيو للام حيت كيتعاود بزاف ماشي غير هنايا كنلاحظ كيتعاود بزاف حتى دوزان تبعت الموجه ودارت تما الحبيبه ولينا القضيه الكبرى اللي عندنا بحال اللي حنايا المغاربه سمحنا في الامهات ديالنا والوغ كلشي مزيان مع الام ديالو هذا ولينا هذا الموضوع رديناه بحال ولو ان حنا عندنا حرب اهليه بينه وبين الامهات ديالنا الوغ انا كنظن المغاربه كاملين يعني ولا عندنا علاقات مزيان مع الام ديالو واخا الانسان كيتوفى في واحد المرحله من الحياه ديالو بعد كيسترجع ملي كيكبر شويش كيعيق بانه راه بصلاح فبالتالي كتبحث على مواضيع اللي كتعزف على الوتر الحساس ديال الجمهور اولا مثلا ولا ديك المسائل الاخلاقيه بزاف ندير كليب باش نقول عندي كليب باش نقول هذه صالحه وهذه ما صالحاش انه الابداع نورمالمون ماشي الدور ديالو الفن ماشي الدور ديالو هو هذا ان شي واحد غتقول هذه ما صالحاش راه بحال اللي كتقول هذه صالحه خصك تفسر علاش هذه صالحه وهذه ما صالحاش والكليب لاحظت على انه من ناحيه التقنيه السينمائيه لاحظت غير صور الله يخليك محمد لاحظت غير صور ملصقه مثلا واحد الكليب ديال البقالي وقيلة مثلا ما نهضرش عليك كمغني كنهضر على الكليب كيغني مثلا كنجبر كيغني كالس في الكرسي كتمشي الكاميرا وكنجيو حتى كنبين السلسله كي سينيفيكا السلسله كي سينيفيكا والو كاينه غير تزويق وصافي سلسله البنت دايزه هذا وما كاينش الضبط ديال حيت راه كاين حكايه مثلا في الكليب ديالكم كاين حكايه ديال الغيره ياك هذاك ديالكم ولكن الجلسه مع ديك البنات اللي واقفين سا كول با يعني مثلا كان ممكن حكايه ديال واحد جالسين في القهوه
شفته جالس مع وحده ولا هذا، ولكن ديك حتى البنات لا انا كنعطيك اسمح لي كنعطيك نموذج يعني كيخص كنهضر على الكليب ما كنهضرش على الاغنيه الاغنيه مزيانه. فبالتالي كنظن كيخص اول حاجه شويه المرجعيه اساسيه جدا، شويه القرايه، لان الواحد ما كيخلقش الابداع من كيخلقش الابداع كنجلس بوحدي وكيبدا كيخلق. الابداع كيجي من كتراكم كتركيب ديال داكشي اللي شفتو اللي كنعيشو اللي كنحلم به. فبالتالي كيخص شي شويه المرجعيه ماشي غير بالكليب، يعني في المسائل ديال الابداع كامل. اسمحوا لي حيت قاصي شي شويه. حنا في الوقت ديالنا كانت ما كانش هاد الرقم الانتقال، حنا حاولنا نديرو الكليب كانت وسائل تقنيه بسيطه وما كانش كتسمح هاد الكاريتا ديال بالنسبه لي كنكون شفتها في الوقت اللي كنت فيه كتعتبر لي كنت عم قادر. علاش؟ حيت الوسائل التقنيه ما كانتش متوفره. الان دابا كلشي توفر، كاميرا اي بورطابل ممكن يدير به الكليب، وهذا كاين واحد الديمقراطيه ديال لاكسي. واللي مهم انه رغم هادشي اللي قلت كامل كاين واحد الجراه ان الانسان كينوض وكيصور وكيسجل وكيجمع صحابو وكيتعاون. هذا ديبار، هذا واحد هذه بالنسبه لي ايجابيه هاد العمليه. انا ماشي